هذا القط له عندي سنة كاملة، عنده خلفة، هم عددهم 7، واجا جيش يهدنا الصبحيات وما استناش اني اطلع اولاده الصغار من جوا البيت وهدوا البيت عليهم. فمن حد ما طلعوا بلش يدور على اولاده هو الحمد لله رب العالمين. الله يرحمه. 4 صغار اللي ببني فيه 3 سنين 4 سنين، سكنته لي سنة ساكنه، سكنته ب7 اكتوبر وهدوه ب7 اكتوبر. هذه حلم حلو يعني، اجا تقول مربوط في تاريخهم برضو. أنا لما اشوف الاحتلال قاعد بقتل روح وخص نص، يعني حيوانات زي هاي ما بدناش مين يفهمنا شو هم يعني افعالهم، عارفينها قبل ما يفعلوها. فقدت كل شيء غير البيت، فقدت القطط عازمه البيت عندي اياها، الحمد لله رب العالمين. فيش شيء لو بنيتها كمان مره وهدوها او بنيتها وهدوها، احنا مع اهل غزه من الصفر. مدد اخذ روح.